يعني زميلتنا لمية في أول أخبار الطقس كده قالت لنا إن القاهرة هتبقى درجة الحرارة بتاعتها 19 27، لكن إيه هي الأخبار بالتفصيل؟ ده اللي هنعرفه من لمية دلوقتي تفصيليا. اتفضلي يا لمية. شكرا ليك يا احمد، بصبح عليكم مره تانية مشاهدينا. هيئه الارصاد بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشماليه، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل ومائل للبروده على اخره في اخره على كافه الانحاء، وفي فرص كمان لامطار خفيفه لكنها مش مؤثره ابدا على الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه وكمان وسط سيناء. وكمان في شبوره الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، بس خلينا قبل ما نتكلم عن حاله الطقس النهارده وبكره، عايزين نعرف بمناسبه بقى مؤتمر التغيرات المناخيه كوب 27، الفتره دي من السنه او الثلاث شهور الخاصين بفصل الخريف، هل اتغيروا عن قبل كده، ولا التغيرات المناخيه اللي حاصله من التسعينات لحد النهارده فرقت في الجو وخصوصا في فصل الخريف دلوقتي؟ هو بالفعل احنا بدأنا يمكن في الأعوام الماضية، تقريبا الخمس أعوام الماضية، بدأنا نشهد في فصل الخريف وكمان فصل الشتاء عنف ظواهر جوية مش معتادين عليها. بدأنا نعتاد على عنف الظواهر الجوية بسبب التغيرات المناخية، بدأنا نشوف تكرار لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، بدأت تكون بصورة أعنف، كميات الأمطار فيها دايما بتكون أعلى من قبل كده. فعنف الظواهر الجوية دي حاجة أساسية بدأنا نعتاد عليها بسبب التغيرات المناخية، خاصة في فصل الخريف، فصل الشتاء، بداية كمان فصل الربيع. طيب ودرجات الحرارة اللي بتبقى متفاوتة جدا طول الوقت، يعني في أيام في الصيف السنة اللي فاتت يمكن شهدنا فيها ارتفاع كبير في درجة الحرارة لدرجة أن بعض الناس خففت جدا في لبسها، يعني نعمل إيه الفترة دي خصوصا أنه الصبح بيبقى حر شوية زيادة وبالليل بيبقى يعني خلاص بقى فيه لسعة برد كده، فبنبتدي نلبس، ده هيأثر طبعا على صحة الولاد لو هي رايحة المدرسة، نعمل إيه بالليل، توصينا بإيه؟ هو يعني بالفعل يمكن هو بس مش يعني التغيرات المناخيه مش بس بتاثر على الظاهره الجويه، الظاهره الجويه بتاثر كمان على درجات الحراره، ان احنا بدانا نشهد تكرار موجات ارتفاع درجات الحراره او شده الارتفاع في درجات الحراره، تكرار موجات التبريد، بقت الموجات متقاربه من بعضها جدا، في تباين كبير في درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، ده دايما معتادين عليه في فصل الخريف، لكن تكرار الموجات وتكرار موجات التبريد او التسخين واقترابهم من بعض ده بسبب فعل التغيرات المناخيه، بالاضافه كمان ان احنا خلال الايام دي بنشهد تباين في درجات الحراره، ده معتادين عليه دايما في الخريف، احنا بنلاقي فترات النهار الطقس فيه بيكون دافي او مائل للحراره، فترات الليل الطقس بيكون مائل للبروده، بيحصل اختلاف كبير بين درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، احيانا الايام اللي جايه الاختلاف ده بيوصل ل 10 و12 درجه مئويه. احنا دايما بننصح، اهم نصيحه في يعني دايما فصل الخريف فصل الشتاء، ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان دايما هيخليني اعرف حاله الجو ايه وابدا اتعامل مع اي ظروف جويه مختلفه. مع انخفاض درجات الحراره فترات الليل احنا دايما بنقول لازم نرتدي ملابس، احنا خلاص بنرتدي خلال هذه الايام ملابس خريفيه مش ملابس صيفيه ولا حتى ملابس شتويه. فترات الليل متاخره والصباح الباكر درجات الحراره بتنخفض بشكل اكثر وبشكل ملحوظ، بتوصل ل 18 و19 درجه مئويه على القاهره الكبرى، احيانا في بعض المناطق من شمال الصعيد بتوصل ل 16 درجه مئويه، فانخفضت بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، فاحنا دايما هيحبذ ان احنا يكون معانا جاكيت خفيف لما نحس بانخفاض درجات الحراره، لو احنا بنطلع في اشغالنا في الصباح الباكر او بنرجع في الساعات المتاخره من الليل يكون معانا جاكيت خفيف لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديه. احنا ان شاء الله خلال الايام القادمه هيكون في استقرار في الاحوال الجويه، هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحراره، يمكن هنلاحظه خلال الايام القادمه بشكل ملحوظ مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، الاجواء فتره النهار اجواء من مائله للحراره المعتدله الحراره فتره النهار، فترات الليل متاخره والصباح الباكر اجواء هتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره هو الشبوره المائيه اللي بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، يمكن خلال هذه الايام انخفضت الرؤيه الافقيه بشكل ملحوظ على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه مدن القناه، مع تكون الشبوره المائيه دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس،
فاحنا مهم جدا ننصح هنا الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، لازم القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور اثناء وجود الشبوره المائيه لانها بدات تكون ملحوظه وبتؤدي لانخفاض مؤثر في الرؤيه الافقيه. فرص الامطار خلال الايام القادمه، يمكن اليوم وعلى مدار غدا ان شاء الله ومطلع الاسبوع القادم، هي فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بتكون على مناطق من سواحلنا الشماليه، مناطق من محافظات الوجه البحري، مدن القناه، لكن ناكد ان هي فرصتها ضعيفه وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 27 أو الصغرى 19، العاصمة الإدارية العظمى 26 أو الصغرى 19، اسكندرية 26-20، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 25-17، دمياط 26-20، بورسعيد 26-21، الإسماعيلية 27-20. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 19، العريش 27-19، كاترين 20-13، طابة 29-20، حلايب 28-24، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 30-23، الغردقة 29-22. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 19، بني سويف 28-18، الوادي الجديد 31-16، أسيوط 29-17، سوهاج 29-16، قنا 30-17، الأقصر 32-18، وأخيرا أسوان العظمى 33 والصغرى 19. وبعد ما شفنا الطقس وعرفنا كمان درجات الحرارة المتوقعة في أغلب المحافظات المصرية، نرجع تاني لأحمد وبسنت تابع معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمي، والشكر طبعا موصول لضيفتك دكتورة منار غانم.